السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سنة أولى، أنا زميلكم مريم أشرف فرقة رابعة. إن شاء الله هنتكلم النهاردة محاضرة بعنوان الـ First and Second Week of Pregnancy. طبعا خدنا قبل كده في بداية الإمبريولوجي خدنا السبيرم والستركشر بتاعه، وخدنا الأوفم والستركشر بتاعتها، وعملية الأوفيوليشن بتحصل إزاي. نيجي بقى بداية القصة بتاعتنا، إن هو هيبدأ بقى يتقابل السبيرم مع الأوفم وإيه اللي هيحصل بقى. طيب دي يعتبر أهم حاجة أصلا في الإمبريولوجي عشان نفهم اللي جاي بعد كده. طيب أول حاجة احنا هنبدأ نتكلم من بداية لما يخرج فيها الأوفم، لما تخرج من عند الأوفري من هنا كده، الصورة دي كده، لما تخرج فيها الأوفم من هنا كده وتبدأ انها تلقطها الفالوبيان تيوب وتبدأ تدخل جواها وتفضل هنا واقفة مستنية مين اللي جيلها السبيرم. تمام، نتكلم بقى على صفات الأوفري الأوفم وصفات السبيرم لما يجي يتقابل. أول حاجة عندي الأوفم، الأوفم شكلها عامل ازاي؟ اما اجي اكبرها هلاقي انها بتتكون من الاسود اللي بره ده، عبارة عن تاج وخارج منه أشعة اسمه كورونا رادياتا، يبقى اللي الأسود المدور ده اسمه ايه؟ كورونا رادياتا. تمام، تاني ممبرين اسمه ايه؟ اسمه زونا بليوسيدا، زونا بليوسيدا. بعد كده في ممبرين يعني مش مهم قوي اسمه سيل ممبرين فيتل لاين، وبعد كده في جوه حاجتين بس خلينا دلوقتي فاكرين انها حاجة واحدة اسمها السكندري اوسيست. تمام، تاني كورونا رادياتا، زونا باليوسيدا، والسكندري اوسيست. دي الاوفم بتاعتي واقفه جاهزه مستنيه السبيرم اللي هيجي لها. صفات السبيرم اللي هيجي لها، احنا عارفين طبعا شكل السبيرم. تمام، السبيرم علشان يخترق جوه الاوفم ويعرف يدخل جوه الطبقه الاولانيه والطبقه الثانيه ديت لازم يحصل له حاجتين، حاجه اسمها كاباسيتيشن وحاجه اسمها الاكروزومال رياكشن. ايه الحاجتين دول؟ اول حاجه الكاباسيتيشن، يعني يبدا ان هو الجزء ده كده يتحلل ويخرج الاحمر ده. الاحمر ده عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها سيمينال بلازما بروتين. السيمينال بلازما بروتين دي بتساعده ان هو يخترق الطبقتين اللي احنا لسه قايلين عنهم دول في الاوفم. تمام، اختراقه للاوفم اسمه اكروزومال رياكشن، يعني بيحصل خناقه ما بين السبيرم وما بين الاثنين ممبرين دول عشان يبدا يدخل جوه عند الايه النيوكليوس بتاعتي اللي جوه. طيب فيبدا السبيرم يطلع مواد تساعده على الحاجه دي. ايه المواد دي؟ اول حاجه الهيالورونيديز انزيم. الهيالورونيديز انزيم دوت بيساعده ان هو يخترق اول طبقه اللي هي اسمها الكورونا رادياتا. تاني حاجه الاكروزين والتريبسين لايك سبستانس، دول بيساعدوه عشان يخترق الايه؟ الزونه باليوسيدا اللي هي الطبقه الثانيه. تمام كده، يبقى هنا الهيالورونيديز وهنا كده التريبسين والاكروزين. تمام، يبقى احنا كده ما اتكلمناش على حاجه، لسه ما بدأناش. احنا بنقول في المقدمه هو ان انا عندي دلوقتي الاوفري الاوفري بيطلع الاوفم ويمشي جوه الفالوبيان تيوب ويفضل يستنى السبيرم، وقلنا صفات السبيرم والاوفم ولما يجي يتقابلوا هيبقى شكلهم عامل ازاي. نيجي بقى نتكلم اول حاجه خالص لما يجي يتقابلوا، يعني ايه ان هما يتقابلوا؟ يعني فيرتلايزيشن ويتحدوا مع بعض يكوني حاجه اسمها الزيجوت. ايوه الزيجوت اللي احنا عارفينه اللي هو 46 كروموزوم اللي بيكبر ويكون البيبي بعد كده. طيب بعد كده الزيجوت ده بيحصل له كليفج وموريلا وحاجه اسمها بلاستوسيل وحاجه اسمها الايه الامبلانتيشن. ايه الحاجات دي كلها هنفهمها بعد كده، وحتى بعد كده نرجع الكلام ده ايه نفتكره. طيب اول حاجه اتكلمنا عنها قلنا هيحصل في الاسبوع الاول، اول حاجه خالص يحصل حاجه اسمها فيرتلايزيشن. يعني ايه فيرتلايزيشن؟ قال لي فيرتلايزيشن ده معناه ان هو الاوفم تبدا انها تتحد مع السبيرم، الاثنين دول كده مع بعض يبداوا يدوني حاجه اسمها زيجوت، بس هو ده الايه الفيرتلايزيشن. تمام، طيب الفيرتلايزيشن ده بيحصل فين؟ بيحصل زي ما قلنا، مش ان هو بيحصل هنا كده، يبقى دي في اللاترال بارت اوف الفالوبيان تيوب او اليوتراين تيوب. تمام، او الامبلا اوف اليوتراين تيوب. ايه الستبس بقى؟ بيبدا ان هو يدخل من هنا كده اللي هو من لو كملنا بقى الرسمة دي، هيدخل من هنا كده حوالي من 300 ل 500 مليون سبيرم، مليون. تمام، من 300 ل 500 دول هيبدأ منهم بس 500 يدخل خلال الفالوبيان تيوب. لك أن تتخيل ان من 300 ل 500 مليون اتبقى منهم 500 بس هما اللي يدخلوا، ومنهم واحد بس هو اللي هيدخل جوه الأوف. تخيلين، يبقى انا عندي من 300 ل 500 و 500 بس هما اللي هيوصلوا ايه الفالوبيان تيوب. تمام، علشان السبيرم يخترق جوه الاوفم قلنا لازم يحصل عمليتين. ايه هما العمليتين دول؟ اول حاجه قلنا عمليه اسمها الكابسيتيشن، وعمليه تانية اسمها اكروزومال رياكشن،
ايه الفرق ما بين في الديفينيشن ما بينهم؟ زي ما قلنا ان الكابسيتيشن يعني الكاب بيتشال ويبدأ يطلع مواد، تمام، والمواد دي لما تيجي تدخل جوه تيجي تخترق المواد الممبرين دول اسمه ايه؟ اكروزومال رياكشن، تمام كده، والسايد بتاع الاثنين جوه الايه؟ اليوتراين تيوب، تمام. طيب يجي هنا يقول لي ايه هي الفيزز بتاع الفيرتلايزيشن؟ يعني عشان يحصل فيرتلايزيشن لازم يحصل ايه؟ عارفينها يعني الكلام لوجيك خالص وتحس ان هو بيتعاد. اول حاجه بيحصل بينتريشن اوف كورونا رادياتا، كورونا رادياتا اللي هي الايه؟ الطبقه الاولانيه دي. عشان يحصل بينتريشن قلنا فيها السبرم بيبدا يطلع ايه؟ بيبدا يطلع حاجه اسمها الهيلرودينيز انزيم، تمام. وبعد كده لما ينجح ويدخل هيلاقي قصاده ممبرين كمان اسمه الزونا باليوسيدا. علشان يخترق الزونا باليوسيدا لازم يطلع ايه تاني؟ هيطلع حاجه اسمها الاكروزين اند التريبسين لايك سبستانس، تبدا انها تخترق الايه؟ الممبرين ده، ويبدا ان هو يدخل جوه. وبعد ما يدخل جوه اول واحد يدخل جوه يقفل الباب وراه، الزونا باليوسيدا دي تقوم جايه ايه؟ قافله الباب. يبقى انا عندي اول ما السبرم يدخل جوه هنا كده بيحصل حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ الزونا باليوسيدا ده بيقوم جاي قافل الباب وراه، دي حاجه من بره. ومن جوه فاكرين هنا لما قلنا في حاجه واحده بس اسمها السكندري اوسيست، ادي السكندري اوسيست دي تبدا انها تنقسم وتكوني حاجه اسمها بري نيوكليوس وحاجه اسمها ايه؟ السكندري بولر بودي. تاني انا عندي دلوقتي السبرم، السبرم من مواصفاته قلنا هيعمل كابسيتيشن وهيعمل اكروزومال رياكشن ويبدا ان هو يخترق الجدار الاول اللي هو الاكروزومال الكورونا رادياتا، ويبدا يخترق الجدار الثاني ويبدا واقف هنا. واقف هنا هيحصل حاجتين، رقم واحد ان الجدار ده هيبدا ان هو يتقفل وراه. تاني حاجه يبدا السكندري اوسيست دي تنقسم لحاجتين، البري نيوكليوس والايه والسكندري بولر بادي، تمام. ايه بقى دي وايه ديات؟ البري نيوكليوس بتتحد مع السبرم ويكون الزيجوت. امال البولر بادي دوت وظيفته ايه؟ ده واقف علشان يغذيه. انا عندي دلوقتي الكلام ده كله بيحصل هنا، هل في هنا اي مصدر تغذيه بيحصل؟ لا، فعشان كده ربنا خلى البولر بادي ده يبقى موجود عشان يغذيها، تمام. بعد كده ايه ناتج العمليه اللي حصلت دي؟ ادانا في الاخر زيجوت اللي هو عباره عن 46 كروموسوم، سواء كان فيها السبرم اللي هو عباره عن 23 والاوفم اللي هي عباره عن 23، ده كله عباره عن 46. تاني حاجه انا دلوقتي اتحددت السكس بتاعي ازاي؟ مش السبرم يا اما يكون اكس يا اما يكون فيها واي، والاوفم يا اما تكون مش يا اما هي حاجه واحده هي اكس، وبعد كده يتحد بقى ده مع ده ويحدد لي ده ايه وده ايه، تمام. بعد كده يبدا بقى الزيجوت ده يحصل له حاجه اسمها كليفج. يعني ايه كليفج؟ هنقول دلوقتي يعني ايه كليفج، يعني انقسامات. بس خلينا دلوقتي فاصل كده بحاجه، ويبدا يقول لي هل ممكن يحصل فيرتلايزيشن يعني اتحاد السبرم مع الاوفم في اي مكان بره اليوتريس؟ او لو انا جبت انبوبه اختبار وحطيت فيها الاوفم بتاعتي وحطيت فيها شوية من الاسبرمس كتير كتير لحد ما نجح واحد ان هو يخترقها في ظروف معينة طبعا، ده اسمه ايه؟ مش ده اسمه فيرتلايزيشن؟ اه، بس اسمه ايه؟ ان فيترو فيرتلايزيشن، يعني فيرتلايزيشن برا الايه؟ الجسم او برا اليوتريس، تمام تمام كده. ودي اللي بنطلق عليها عندنا حاجة اسمها اطفال الانابيب، تمام كده؟ تمام. يبقى انا عندي دلوقتي اول حاجة، انا عندي اول حاجه عندي ايه؟ عندي في الرسمه دي كده قلنا اول حاجه هتبدا تدخل الاوفم، هتبدا تخرج من الايه؟ من اليوتريس. قلنا انها هتخرج من هنا من الاوفري، الاوفم هتخرج من هنا، وبعد كده تبدا ان هي تقف هنا كده ويتحد معايا اليوترس السبرم يجي لها، وبعد كده يكون لي فيها حاجه اسمها الزيجوت. الزيجوت ده يبدا ينقسم شويه انقسامات ميتوزيه، اللي هو يبدا بقى مره يتقسم يبقى 2، يتقسم يبقى 4، يتقسم يبقى 8، يتقسم يبقى 16، ده اسمه كليفج. طب لما ينقسم ويبقى 16 يبقى اسمه ايه؟ موريوله. وده تاني مصطلح عندي هيحصل في الفيرست ويك. فاكرين لما قلنا اول حاجه يحصل فيرتلايزيشن ويتكون الزيجوت، اهي تاني حاجه يحصل كليفج ويتكون الايه؟ الميريولا. طيب الميريولا ديت عباره عن ايه؟ الميريولا ديت عباره عن شويه خلايا عددهم كام؟ 16.
الستاشر خلية دول بيفضلوا واقفين هنا كده في اليوم الكام. يعني انا عندي دلوقتي النيوكليا الزايجوت عشان يوصل من هنا لهنا كده بياخد حوالي من اربع من تلات لاربع ايام، يبقى هو يبقى هنا من تلات لاربع ايه ايام، وبعد كده يقع في الحفرة، حفرة كده مدورة، يبقى في اليوم الايه الخامس، وبعد كده يحصل امبلانتيشن يعني يتزرع هنا كده في اليوم الايه السابع. وده كده الفيرست ويك عندي خلص، بس لسه هنقول كل واحد يعني ايه. المهم عندي اول حاجة المريولة. يعني ايه مريولة؟ يعني 16 خلية زي ما سائلين تنقسم وتفضل لحد ما تبقى 16 خلية. طب تمام، ال 16 خلية دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن شوية خلايا مترتبين برا وشوية خلايا مترتبين جوا، وكل خلية ليها اسم. يعني اللي برا دول اسمهم ايه؟ اوتر سيل ماس، واللي جوه اسمهم ايه؟ انر سيل ماس. هل الاوتر دول لهم اسم تاني؟ اه اسمهم ايه؟ تروفوبلاست. تمام. يبقى انا عندي الميريولة معبارة عن 16 خلية بتتكون فين؟ في اليوتراين كافيتي في اليوم الثالث، من الثالث للرابع. بعد كده عندي بعديها الاوتر سيل ماس اسمها ايه؟ التروفوبلاست. تمام كده؟ تمام. وبعد كده في انر سيل ماس. طيب نيجي هنا يعتبر كمراجعة، ان انا عندي الزيجوت تنقسم بقى خليتين، انقسم بقى اربعة، انقسم بقى تمانية، انقسم بقى 16، والستاشر دي لها اسم اللي هو اسمه المريول. يبدأ الستاشر دول ينقسموا كمان وكمان لحد ما يبقوا حاجة اسمهم البلاستيولة، او ليه اسم تاني اسمه فيها البلاستيوسيست. تمام. واخدين بالكم من حاجة؟ ان اتنين واربعة وتمانية وستاشر كلهم بنفس الحجم اللي هما موجودين فين؟ جوه اليوتراين تيوب. يبقى دي اكيد ليها حكمة من عند ربنا ان هما لازم يبقوا بنفس الحجم، لازم لو كبروا اكيد ده يا اما اليوتراين تيوب هتفرقع، يا اما مش هيحصل، ما هتتزنق، يا هتتحشر، يا يحصل اي حاجة مش هيكمل ايه الحمل. المهم انا عندي دلوقتي علشان يفضل بنفس الحجم والثابت، ايه اللي مسؤول عن كده؟ هو حاجه اسمها الزونه باليوسيدا. فاكرين الزونه باليوسيدا اللي هو الممبرين التاني ده؟ اهو ده كده بيقفل. قلنا اول حاجه بيقفل عشان ما يساعدش اي سبرم يدخل. تاني حاجه، تاني وظيفه خدناها، وهي ان هو بيعمل ايه؟ بيحافظ على حجمها ثابت جوه اليوتراين تيوب، ودي تاني وظيفه. وهو ليه اربعه، خليكم فاكرين. طيب تمام، نيجي بقى نرجع للمريولة بتاعتنا وكبرت وبقت بلاستو وسيست يعني خلية. طيب شوية 16 خلية دول اللي هم دول كده اللي كانوا مترتبين شوية برا وشوية جوا، دول ايه اللي هيحصل فيهم؟ احنا قلنا البلاستو سيست هي بداية الخلية لما بتبدأ تنزل جوا الحفرة وتدخل جوا اليوتراين كافيتي، صح؟ اليوتراين كافيتي في فلويد، فيبدأ شوية فلويد يدخلوا هنا كده ويعملوا كافيتي. كافيتي يعني ايه؟ يعني سيل، ودي اسمها ايه؟ بلاستو. يبقى كافيتي بتاعه اسمه ايه؟ بلاستو سيل. يبقى الجزء ده اسمه ايه؟ بلاستو سيل. لكن الجزء ده اسمه ايه؟ فاكرين الاوتر سيل ماس اللي هو التروفو بلاست، امال ده اسمه ايه؟ الانر سيل ماس. الانر سيل ماس في حته قالها كده ان الانر سيل ماس بعد كده بيبدا يكون الامبريو او الجنين، والاوتر بيكون بعد كده المشيمه. المهم ده كله هنعرفه بعد كده. تمام. يبقى انا عندي دلوقتي البلاستوسيست، قلنا مكوناتها وانها بتتكون من ايه. تمام، اوتر وانر سيل ماس وبلاستو سي. طيب نيجي هنا بيقول لي برضو ايه هي الفانكشن بتاع الزونه بيوس. فاكرين الزونه بيوس ده لما قلنا فيها، قلنا احنا قلنا ايه دلوقتي؟ قلنا اتنين فانكشن، صح؟ صح. اول حاجه ان هي بتمنع ان هو يحصل بنتريشن للاوفن باي سبرم. تاني حاجه قلنا انها بتعمل كيب للبلاستومير توجذر ديورينج الكليفج. يعني مهما انقسمت 2 4 8 16 انا كده كده هخليكي بنفس الحجم. طب ليه ازاي نفس الحجم مع ان العدد بيزيد يا مريم؟ اول حاجه انا عندي دي كده برتقان، قسمتها 2، قسمتها بقت 4، قسمتها بقت 8، قسمتها بقت 16. هل حاجه اتغيرت في الحجم؟ لا، هي نفس الحجم. تمام. تالت وظيفة للزونة باليوسيدا ان هي بتعمل نيوتريشن للإمبريو. طول ما الإمبريو موجود او الزايجوت موجود جوه الفالوبيان تيوب، هل بيتغذى من حاجة او لسه قايلين من مين؟ من البولر بادي. في حاجة تاني؟ لا مفيش. يبقى هو ده برضو بيساعده ان هو يتغذى. طيب بعد كده بيمنع ان هو يحصل ادهيجن ليها عند اليوتراين تيوب. يعني ايه؟
محدش جه في بالي ان طول ما ما الزيجوت او طول ما الخليه دي ماشيه كده، ليه ما ايه اللي ما خلاهاش تلزق في الجدار بتاع اليوترين تيوب علشان حواليها اللي هو الزونه باليوسيدا ده. يبقى دول 4 فانكشن للزونه باليوسيدا. نرجع لكلامنا، فاكرين لما قلنا ان انا عندي دلوقتي بقوا 2 بقوا 4 بقوا 8 بقوا مريوله، والمريوله كبرت بقت بلاستوسيست، وبلاستوسيست قلنا ترتيبها تمام كده. خلصنا البلاستوسيست بعد 5 ايام نزلت في الحفره، وبعد كده راح تعمل امبلانتيشن عند 7 ايام، وده بدايه الاسبوع الثاني عندي. يبقى احنا عندنا في الاسبوع الاول قلنا هيحصل ايه. نيجي بقى للكلام اللي ما كناش فاهمينه في الاول، دلوقتي بقينا ايه فاهمين. اول حاجه قلنا هيحصل فيرتلايزيشن اند الزايجوت فورميشن، فيرتلايزيشن يتحدوا مع بعض ويكون لي فيها الزايجوت، وده بيحصل في اول يوم اول 24 ساعه. بعد كده بيبدا ان هو يكون المريوله اللي هو يوصل هنا عند اليوم الرابع، يكون المريوله ويحصل له كليفج. بعد كده يبدا يتكون فيها ايه البلاستيولا او البلاستيسيست عند اليوم الخامس، وبعد كده يبدا يحصل فيها امبلانتيشن عند اليوم السابع تمام، اللي هو بدايه الاسبوع الثاني. ندخل بقى في الاسبوع الثاني، قال لي برضو نفس الكلام اللي هنفهمه بعد كده، ان بيحصل امبلانتيشن، وبعد كده بيكون حاجه اسمها بايلامينر امبريونيك ديسك، وبعد كده يكون امنيوتيك كافيتي وبرايمري يوك ساك وكونكتينج سوك، وبعد كده يكون حاجه اسمها الكوريون اند الكوريونيك سيل. طبعا مش فاهمين حاجه من الكلام اللي بنقوله، نبدا واحده واحده. اول حاجه حاجه اسمها امبلانتيشن، قلنا اول حاجه بعد ما بيوصل دي المريوله في اليوم الرابع، وتاني حاجة البلاستيسيست في اليوم الخامس، هقعد عيد كتير عشان تثبت، يحصل امبلانتيشن في اليوم السابع تمام يا مريم في الجدار بتاع الاندوميتريوم. نيجي الديفينيشن بتاع يعني ايه امبلانتيشن، يعني معناها ان البلاستيسيست تبدأ تدخل جوه الاندوميتريوم. طيب ايه المكان بقى، هتدخل فين؟ في اي مكان كده والسلام؟ لا، في مكانين، دول المكانين الصح اللي لازم تدخل فيه. اول حاجة في الانتيرير وول والبوستيرير وول، في الابر بارت بتاعه، اي مكان غير كده فده معناه ابنورمال سايت. طيب بما اننا جبنا السيره دي، نيجي نعدي الجزء ده ونقول الابنورمال سايت. ايه الابنورمال سايت اوف الامبلانتيشن؟ طيب يا اما جوه اليوترس يا اما بره اليوترس. لو جوه اليوترس اسمه يوتراين امبلانتيشن، لو بره اليوترس اكسترا يوتراين امبلانتيشن تمام. جوه اليوترس فين بقى بالظبط؟ هنقول كل اسم ونقول موجود فين، ايه هو الابنورمال بتاعه موجود فين. بس اول ما نقول اي، قبل ما نقول اي اسم، انا عندي دلوقتي ده اليوتريس تمام، في فتحتين، فتحه اهي وفتحه اهي صح كده. الفتحه الاولانيه اسمها الانترنال اوس، دي كده اسمها انترنال اوس. امال اللي بره اسمها ايه؟ اكيد انترنال، يبقى الثانيه اكسترنال اوس تمام كده. تمام، يبقى انا عندي دلوقتي اللي هي الانترنال اوس، والثانيه اللي هي اسمها اكسترنال اوس. نيجي بقى للاسماء، هنجيب الاخضر تاني. طيب قال لي بقى ايه هنا في الاسماء، قال لي اول حاجه اسمها البلاسينتا بريفيا مارجيناليز. يعني ايه مارجيناليز؟ من الاسم مارجيناليز، يعني موجوده على المارجن. يبقى هي اسمها بيقول لي انها بتعمل فيها بارشالي كفر، اهي دي مارجينيت، بتعمل فيها بارشالي كفر للايه، للانترنال اوس. يعني انا عندي دلوقتي الانترنال اوس اهي عامله بارشالي كفر، يعني هنا كده بس بالظبط، دي اسمها المارجيناليز، موجوده على المارجن خالص تمام. بعد كده سنتراليز، ده دي كومبليت كفر، يعني قافله كله اهي، يعني قافلاها كلها، شايفين البلاسينتا قافلاها تمام. بعد كده عندي بعديها البلاسينتا بريفيا لاتراليز، لاتراليز دي موجوده فين؟ موجوده على المارجن، يعني موجوده هنا كده، اوعى تتلخبطوا مارجن مارجيناليز، لا ده العكس. المهم انا عندي دلوقتي المارجن دي اللاتراليز، موجوده فين؟ موجوده عند هنا كده، ادي دي كده على المارجن، بس ما زالت قافلاها كلها تمام، يعني هي موجوده على الجنب بس قافلاها كلها تمام كده. يبقى انا عندي مارجيناليز سنتراليز لاتراليز تمام كده تمام. طيب هل لو انا حصل، لو في حصل بريجنانسي، حصل فيه ان المشيمه او البلاسينتا بقت تحت كده، هل دي ممكن تولد طبيعي؟ لا. ليه؟ ليه مش هتعرف تولد طبيعي؟ لاني لو انا ولدت دلوقتي طبيعي هخرج البلاسينتا الاول، ومستحيل او ممنوع اصلا ان احنا نخرج الايه البلاسينتا الاول، لاني لو خرجت الاول ده المصدر اللي بيتنفس منه البيبي، فلما اجي اشيله الاول هيتنفس جوه، لا ده هيموت. فعشان كده لازم يكون فيها ايه، لازم يكون الولاده سيزيريان تمام. تمام، بعد كده عندي بعديها الاكسترا يوتراين،
اكسترا يوتراين امبلانتيشن. ايه المكان الغلط اللي ممكن يطلع فيه منه بره؟ اول حاجه مش انا عندي التيوب دي، مش التيوب دي ممكن يحصل فيها امبلانتيشن، او يبقى اسمه فيها تيوبال بريجنانسي. الاوفيريان مش ممكن يحصل فيه انه في امبلانتيشن، يبقى اوفيريان بريجنانسي. لما الاوفم تخرج من هنا تروح هنا، مش ممكن تقع هنا كده في الابدومين تعمل حاجه اسمها ابدومينال بريجنانسي. يبقى انا عندي دلوقتي تيوبال بريجنانسي، اوفيريان بريجنانسي، ابدومينال بريجنانسي. وقلنا اليوتراين المارجينالز والسنترالز واللاترالز على حسب المكان اللي هو فيه. نرجع تاني للمرجانه، وقلنا كنا بنتكلم على ايه، كنا بنتكلم على اخر حاجه وصلنا لها المريولا اللي بيكون بعد كده حاجه اسمها البلاستوسيست. البلاستوسيست عند اليوم الخامس، وبعد كده بيحصل امبلانتيشن. وقلنا الامبلانتيشن، طيب بس لسه ما خلصناش الامبلانتيشن. ايه هي الميكانيزم بتاع الامبلانتيشن؟ قال لي اول حاجه في 3 ميكانيزم اندر افكت اوف بروجسترون. يعني البروجسترون بيساعد في الحاجات اللي احنا نقولها دي، بيعمل ايه؟ اول حاجه اسمها ماسكولار، تاني حاجه ادهيزيف، تاني حاجه انفيزيف. يعني ايه بقى؟ برضو مش فاهم. انا عندي دلوقتي في الصوره دي، احنا رحنا فين؟ عندي في الصوره دي البلاستوسيست، علشان تيجي هنا كده اول حاجه محتاجه حد يشيلها، محتاجة حد يجيبها هنا يعلقها، محتاجة حد يخليها تخرج من الحيطة دي، صح كده؟ طيب يبقى ماسكولار دي أنا معناها هشيلها ترانسبورت ليها وانقلها للمكان اللي هيحصله امبلانتيشن. أما ادهيجن إن أنا أخليها اتاتشمنت للمكان ده. أما انفيزيف إن أنا أخليها ايه؟ بنتريتنج للمكان ده، تمام كده؟ تمام. وقلنا الامبلانتيشن بدايته عند اليوم السابع، تمام. ايه هي بقى الستيبس علشان يبدأ بقى البلاستوسيست بقى تدخل جوه الاندوميتريوم هنا كده؟ ايه هي؟ تمام. اول حاجه عندي بيقول لي ان بيبدا انها تدخل من عند ناحيه اسمها الامبريونيك بول. الامبريونيك بول ده يا مريم فاكرين البلاستوسيست؟ بلاستوسيست مش احنا قلنا بتتكون فيها من انر واوتر سيلماس؟ الانر سيلماس دي قلنا بتكون الامبريو، دي كده بتكون امبريو، عشان كده الناحيه دي اسمها امبريونيك بول. طيب قال لي بيحصل امبلانتيشن من الامبريونيك بول ده. انا عندي دلوقتي ده اللي هو البلاستوسيست، عشان يحصل امبلانتيشن دخل اهو من اني ناحيه؟ مش دخل من الناحيه اللي هي فيها امبريونيك بول؟ تمام. دي اول حاجه، اول نقطه في الامبلانتيشن. تاني نقطه ركزوا معايا في الرسمه دي، دي عباره عن ايه؟ دي عبارة عن ايه؟ دي مش دي التروفو بلاست؟ دي التروفو بلاست، تمام. جواها عبارة عن ايه؟ جواها اللي هي الايه؟ الانر سيلماس، وده الكافيتي بتاعي اللي هو اسمه ايه؟ بلاستوسيل. طيب قال لي ايه بقى؟ قال لي ان التروفو بلاست ده بيبدأ ان هو يفرز حاجات بره هنا كده، يفرز هنا كده حاجات بره، يفرز حاجات بره، حاجات بره، حاجات بره، زي سائل كده. فبقى عندي حاجتين تروفو بلاست، الخلايا دي والسائل ده. طب دي خلايا، خلايا يبقى ايه؟ يبقى سايتو يعني خلايا، يبقى سايتو تروفو بلاست. امال اللي بره ده اسمه ايه؟ سائل كده شويه، سينسيتيو تروفو بلاست. والسينسيتيو تروفو بلاست ده عامل زي ميه النار، بيعمل ايه يعني؟ يعني بيوم جاي واكل الاندوميتريوم كده اهو، علشان يقوم جاي دافس الايه؟ البلاستوسيل جوه، تمام كده. وده بينتهي العمليات دي كلها عند اليوم ال11. يبقى هو بيبدا ان هو يخترق هنا كده، نيجي على الرسمه دي نوضح اكتر. بيبدا ان هو يخترق هنا كده من بدايه اليوم الكام؟ من بدايه اليوم السابع. يبدا ان هو بدايه اليوم السابع يبدا ان هو ايه؟ يجي يشتغل هنا كده من عند الامبريونيك بول، ويبدا ان هو يدخل. بعد كده تبدا الطبقه اللي بره ديت اللي هي تروفو بلاست تطلع لي شويه سوائل بره كده اللي هي اسمها سينسيتي تروفو بلاست، هي لونها غامق شويه دي، تبدا تاكل في الاندوميتريوم لحد ما تدخله كله جوه لحد اليوم الايه؟ ال11. كده خلصنا الامبلانتيشن والابنورمال سايت اوف امبلانتيشن. بعد كده في مصطلح كده اسمه ايه؟ الديسيدوا. ايه الديسيدوا دي؟ فاكرين لما قلنا بيحصل امبلانتيشن وده بيدخل جوه الاندوميتريوم؟ انا هعمل لكم دايره حوالين الديسيدوا. هي دي الديسيدوا باللون الاخضر عشان نوضح اكتر. هي دي الديسيدوا. ايه الديسيدوا دي؟ ما فهمتش برضو، هي عباره عن ايه؟ مش دي عباره عن بلاستوسيست؟ ودي عباره عن ايه؟ الاندوميتريوم. يبقى الاندوميتريوم اول ما يدخل جواه البلاستوسيست ده اسمه الديسيدوا، اهي عباره عن اندوميتريوم بعد ما يدخل فيه مين؟ البلاستوسيست.
وده مصيره كله اصلا في الاخر بيتهدم ايه بعد الولاده يعني. طيب بيتكون ازاي؟ بيتكون بالايه؟ بالبروجسترون. برضو البروجسترون داخل معانا للمره الثانيه، بيعمل ايه بقى؟ بيبدا ان هو يخلي الاندوميتريوم ده يتنفخ ويزيد في الحجم، ويحصل له حاجه زي اديمه وسكنس ويتنفخ اكتر، ويخلي الخلايا بتاعته تبدا انها بوليهيدرال تتنفخ وتتميلي بالايه، بحاجتين اللي هو الجلايكوجين وتاني حاجه الليبيد، تمام كده؟ عشان تبقى مهيئه وتبقى حاجه كده يعني متينه تعرف انها تشيل الايه، البلاستوسيست. طيب البلاستوسيست ده تبدا الديسيدوا دي في منها ثلاث حاجات. اول حاجه عندي ليها ثلاث اماكن او ثلاث اسماء. اول حاجه اسمها ديسيدوا بارتاليز. ايه الديسيدوا بارتاليز دي؟ اللي بتعمل لايننج للايه، لليوترس من جوه، دي اسمها ايه؟ ديسيدوا بارتاليز. تمام. في تاني مصطلح اسمه ديسيدوا كابيلاريز، كابسولاريز. الديسيدوا كابسولاريز دي موجوده ما بين مين ومين؟ اهي انا مشاور عليها بالسهم، دي موجوده دلوقتي ما بين مين وما بين مين؟ اول حاجه ما بين اليوتريس كافيتي، وتاني حاجه ده اللي هو الايه، ده كده اللي هو البلاستوسيست كبير، ده كله ده البلاستوسيست، يبقى هي موجوده ما بينهم هما الاثنين. لكن الديسيدوا بيزاليز اللي هي موجوده هنا كده، دي موجوده ما بين مين ومين؟ ما بين فيها الاندوميتريال وول، وما بين كمان مين؟ اللي هو البلاستوسيست. يبقى الديسيدوا دي شويه مصطلحات كده ملهاش اي ايه دخل في الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. اخر حاجه وصلنا لها هو مين؟ اخر حاجه وصلنا لها هو الايه، البلاستوسيست، وان هو حصل امبلانتيشن، وعرفنا شكل البلاستوسيست عامل ازاي. البلاستوسيست ده وهو لما حصل له امبلانتيشن بقى جوه في بطنه الرحم، في اليوم الثامن، في اليوم الثامن اللي لسه وهو بيدخل، بدا ان شويه سوائل تبدا انها تدخل في الانر سيل ماس اللي هو ده. تمام. قامت السوائل دي عماله تزيد، يدخل كمان 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 لحد ما عمال يكبر يكبر يكبر، قام جاي ضاغط شويه الخلايا دول كلهم اللي هي الانر سيل ماس في صفين بس من الخلايا. اسمه ايه الصفين من الخلايا دول؟ اسمه بايلامينر امبريونيك ديسك. والكافيتي اللي عامله ده اسمه ايه؟ امنيوتيك كافيتي. تاني، انا عندي دلوقتي وهو داخل عشان يحصل له امبلانتيشن، بدا ان فيه شويه سوائل يدخلوا فيه من جوه. السوائل اللي بداوا يدخلوا في الانر سيل ماس بداوا ان هما مع الوقت يبدا ان هو يدخل كمان وكمان وكمان لحد ما كبر، عمل لي كافيتي. الكافيتي ده اسمه امنيوتيك كافيتي، امنيوتيك كافيتي. وصفين من الخلايا اللي اسمهم بايلامينر امبريونيك ديسك. تمام. ممكن ارسم الرسمه دي وممكن اقول ليه سميناه بايلامينر امبريونيك ديسك. انا عندي دلوقتي صف الخلايا اللي بره اللي هو اسمه ايه، لو حد فاكر اسمه ايه معايا، التروفو بلاست. تمام. تروفو بلاست ده فاكرين لما قلنا بيكون شويه حاجات بره كده اسمها السينسيتيو والسايتو تروفو بلاست؟ تمام. نيجي بقى جوه، جوه في ايه؟ الخلايا كلها اللي هي عباره عن الانر سيل ماس، بدل ما هي كانت موجوده عامله دوائر بدات انها تترص في صفين. ادي الصف الاولاني وادي الصف الثاني بلون تاني، وده كله اسمه بايلامينر امبريونيك ديسك. يعني ايه مريم بايلامينر امبريونيك؟ ليه سميناه ديسك؟ ديسك الشكل ده اصلا كات سيكشن، لكن ده كده ده شكل يعني 3D، باين قوي ان هو ديسك. عندي دلوقتي الصف اللي فوق وادي الصف اللي تحت، وبدا ان هو عامل زي الديسك اهو، وادي مجسم اهو كده مبين لي يعني ان هو ديسك. اما انا بشتغل فين او انا شايفه ايه دلوقتي؟ انا شايفه اللي هو ده، ده كده انا شايفه من هنا كده بس. تمام. ايه البايلامينر امبريونيك ديسك دول اسمهم ايه؟ اول حاجه دي اللي فوق، فوق اسمها ايه؟ اسمها اي بي بلاست. امال اللي تحت اسمها ايه؟ اسمها هايبو بلاست. يبقى فوق اي بي بلاست وتحت هايبو بلاست. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ يبدا الاي بي بلاست دول يبدا يعمل بروفريشن لشويه خلايا كده 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 كده، والتاني بيبدا يعمل بروفريشن لشويه خلايا كده 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 كده. طيب امال اللي فوق ده اسمهم ايه؟ الامنيوسيست، الامنيوسيست او الامنيوبلاست. الامنيوبلاست دي اسم الايه، الخلايا اللي بتبقى اللي بتكونها مين؟ الاي بي بلاست. والهايبو بلاست بتكون خلايا برضو. تمام. تمام. بعد كده بيبدا عند الامبريونيك بول اللي هو هنا كده، يبدا انها يكون فيها ميمبرين، والميمبرين ده يمتد يبقى حوالين ده كله،
حوالين كمان الكافيتي اللي تحت ده. الكافيتي اللي تحت ده اسمه البرايمري يولك ساك، برايمري يولك ساك، برايمري يولك ساك. مال الممبرين اللي احنا قايلين محوطين ده اسمه ايه؟ اسمه هاسرز ممبرين، او اسمه فيها اكزوسيلوميك، احسن حاجه اكزوسيلوميك ممبرين، اكزوسيلوميك ممبرين. تمام كده. يبقى انا عندي في الرسمه دي، نجيب لون اسود في الرسمه دي، ده ايه؟ السيتوتروفوبلاست، ودي سينسيتيوتروفوبلاست. ده البايلامينر ديسك اللي بتكون من ايبي والهايبو. ده بقى عباره عن كافيتي اللي بتملي ميه في الاسبوع الثامن، اسمه ايه؟ امنيوتيك كافيتي. وده الكافيتي اللي اسمه ايه؟ البرايمري يوك ساك، برايمري يوك ساك يعني في سكندري. تمام. ودي خلايا اللي بره دي اسمها ايه؟ امنيو بلاست. تمام. بعد كده قلنا ان ايه تاني بقى؟ في ايه تاني مصطلحات قلناها؟ اللي هو الاكزوسيلوميك ميمبرين. تمام كده، كده كله تمام. نيجي بعد كده، بعد ما الخلايا دي، فاكر عارفين الشكل ده اللي احنا لسه رسمينه؟ قلنا اول حاجه ان دي عباره عن ايه، هنعيد كتير عشان يثبت. اول حاجه دي اسمها ايه؟ السيتوتروفوبلاست، ودي سينسيتيوتروفوبلاست اللي هي باللون الاصفر ده، وده كله اسمه تروفوبلاست. تمام. بعد كده عندي ده اللي هو الايبي بلاست، وده الهايبو بلاست. تمام. قال لي الايبي بلاست والهيبو والهايبو بلاست دول بيبداوا ان هم شايفين السهم الاخضر دول يفرز حاجه اسمها الميزوديرم اللي باللون الاخضر ده حوالين الكافيتي ده، داير ما يدور. تمام كده. طيب مع الوقت يبدا شويه الخلايا دول يتحللوا، ويبدا بقى يعمل لي كده شيب اسمه ايه الشيب ده؟ اسمه كريسنتك شيب. يبقى اسمه ايه الشيب ده؟ كريسنتك شيب، كريسنتك شيب، عامل كده زي الهلال كده بالظبط، خالي من الخلايا كده. تمام. واضح قوي في السلايد اللي بعديها اهو، عامل كريسنتك شيب، ادي كريسنتك شيب اهو. طيب قال لي ايه هنا بقى الكريسنتك شيب ده؟ اسمه ايه؟ اكزوسيلوميك ميمبرين، اكزوسيلوميك ميمبرين. تمام كده. تمام. طيب بيقول لي بقى الاكزوسيلوميك ميمبرين ده عامل ايه؟ محوط الامنيوتيك كافيتي ومحوط اليوكساك، ويجي عند مكان هنا كده يبقى فاضي، والمكان ده اسمه ايه؟ اسمه الستوك. الستوك ماله الستوك ده؟ ده اللي بيربط ما بين هنا كده وما بين هنا كده، اللي هو البايلامينر ديسك مع مين؟ مع التروفوبلاست. تمام كده. تمام. نيجي بقى بعد كده، ايه هو مصير الاكسترا امبليونيك ديسك ده؟ اكسترا امبليونيك ديسك اللي احنا لسه قايلينه، ايه هو مصيره؟ اول حاجه الاكسترا امبليونيك ديسك ده اسمه ايه؟ اسمه كوريونيك كافيتي، كوريونيك كافيتي. والبلاستوسيست اسمها الكوريونيك فيزل. بلاستوسيست اللي هي ايه؟ اللي هي الخلايا الملونه دي، اسمها ايه؟ اسمها كوريونيك فيزل. وبالتالي ده كله هيبقى اسمه ايه؟ كوريون، كوريون. دي شويه مصطلحات. تمام كده. تمام. بعد كده في مصطلحين برضو تانيين اسمه ايه؟ اكسترا امبريونيك سوماتو بيلوريك ميزوديرم. ايه ده بقى؟ ده الميزوديرم اللي موجود فين؟ نيجي للرسمه، ده الميزوديرم اللي موجود اهو، ده كده. ده ما بين مين وما بين مين؟ ما بين فيها الكافيتي بتاع اللي هو الامنيوتيك كافيتي. يبقى هو قال لي هنا لاين، لا مش ثواني، مش ثانكيو دلوقتي، دي اخر سلايد يعني الحمد لله. يبقى هو بيعمل فيها ايه؟ لاين للسيتوتروفوبلاست وكفر للامنيوتيك كافيتي. امال التاني اللي هو الاسبلينيكو بايلوريك ميزوديرم ده موجود فين؟ ده موجود هنا كده عند مين؟ عند البرايمري يوكسيك، عند البرايمري يوكسيك. ايه؟ تمام كده. كده خلصنا. نرجع الاسبوع التاني وبعد كده، لا ولا نرجع بقى من الاول. عندي دلوقتي اول حاجه ان هو بيحصل ايه؟ اول حاجه في الفيرست ويك، ثواني اجيب الداتا كويسه. عندي اول حاجه في الفيرست ويك، ايه اللي بيحصل بقى في الفيرست ويك؟ في الفيرست ويك بيحصل حاجه اسمها فيرتلايزيشن، يعني اتحاد مين مع مين؟ الاوفم لما بتيجي تخرج مع السبرم يتحدوا الاثنين مع بعض. بعد كده لما الرسمه دي موضحه كل حاجه، يتحدوا الاثنين مع بعض، يبدا يحصل حاجه اسمها كليفج، ينقسم شويه انقسامات ويكون لي المريوله. المريوله عند اليوم الرابع تتكون مريوله، مريوله اربعه. تمام. بعد كده تقع في الحفره تكون لي حاجه اسمها بلاستوسيست، تقع في الحفره حفره خمسة، يبقى من الخامس في اليوم الخامس او السادس.
بعد كده يبدأ يحصل امبلانتيشن في اليوم السابع، وبعد كده الامبلانتيشن ده يخلص في اليوم الحداشر. ديورنج لما هو بيعمل امبلانتيشن من السابع للحداشر يحصل حاجة في اليوم الثامن. ايه هي اليوم الثامن؟ اكيد مش فاكرين، بس انا فاكرة ان هو او انا مأكدتش عليها. ايه هو في اليوم الثامن؟ يبدأ يتكون مية جوه الكافيتي، هنقولها دلوقتي. وبيحصل حاجة في اليوم الحداشر والاثناشر، تمام؟ تمام. يبقى انا عندي دلوقتي في الاسبوع الاول بيحصل فيرتلايزيشن، وبعد كده كليفج والموريلا، وبعد كده كاون فير بلاستوسيست، ويحصل امبلانتيشن في اليوم السابع اللي هو الاسبوع الثاني. قلنا الفيرتلايزيشن ده معناه ان هو بيحصل فيوجن للسبرم مع اللي هو الاوفوم ويكون الزايجوت. طيب ده بيحصل فين؟ في الامبلا. طيب بعد كده عندي عشان يعمل كده لازم يكون بيحصل حاجتين، حاجه اسمها كاباسيتيشن وحاجه اسمها الاكروزومال رياكشن، وعرفنا الانزيمات اللي بتطلع ايه. والفيزس قلنا اول حاجه ان انا هخترق الكورونا راديتا، وبعد كده الزونا بليوسيدا، وبعد كده يخرج يدخل يتحد مع البرو نيوكليس. في حاجه نسيت اقولها، ان السبرم وهو داخل هنا كده اول ما يدخل هنا كده تبدا هنا كده السكندري اوسيست تنقسم لحاجتين، حاجه اسمها بري نيوكليس وحاجه اسمها البولر بادي. مش فاكره انا قلتها ولا لا، بس اديني قلتها يعني. طيب تمام. بعد كده الريزلت قلنا يديني الزيجوت وهعرف السكس ويحصل فيها كليفج. ايه الكليفج ده؟ يعني انقسامات من 2 بقت 4 بقت 8 بقت 16. 16 دي اسمها موريوله، موريوله. بعد كده 16 دي عند اليوم الرابع، بعد كده تبدا تقع في الحفره بلاستوسيست. ادي بلاستوسيست قلنا بتتكون من ايه؟ تروفوبلاست، انر سيل ماس، وده عباره عن حاجه اسمها بلاستوسيل. تمام. بعد كده في اليوم السابع هيبدا يحصل فيها امبلانتيشن، وركزوا هنا بقى في الايه، في الايام وتواريخ. ايه اللي قلنا فيها الامبلانتيشن؟ يعني هيخرج، هيدخل، هيدخل منين؟ هيدخل من حاجه اسمها ايه، ده اسمه ايه، اسمه فيها الامبريونيك بول. ومين ده؟ سينسيتيو تروفوبلاست اللي بيساعده. بواسطه مين؟ مين اللي كان بيعمل الحاجات دي كلها؟ فاكرين البروجستيرون كان بيعمل ايه؟ ماسكولار ادهيجن انفيزيف. تمام. بعد كده عندي بعديها قلنا الابنورمال سايت اوف امبلانتيشن، نيجي بس ايه الديسيدو. ده مصطلح ديسيدو، قلنا اندوميتريوم جواه الايه الاووسيست بتاعتي. طيب ايه هي بقى الامبريونيك ديسك؟ بيتكون ازاي؟ قلنا في اليوم الثامن، في اليوم الثامن يبدا الميه تبدا تدخل هنا كده. يبقى ده بيحصل امتى؟ في اليوم الثامن. يبقى الميه بتدخل امتى؟ في اليوم الثامن، ويبدا يكبر الكافيتي وامنيوتيك كافيتي، ويكون الباي نيوكليار امبريونيك ديسك اللي هو الاي بي والهايبوبلاست. تمام كده. لكن ايه اللي بيحصل في اليوم ال11 لل12؟ يبدا يتكون الايه، الميزوديرم. تبدا الخلايا دي كده تقوم جايه مطلعه لي من هنا ومن هنا كده الميزوديرم. وقلنا الميزوديرم هنا كده بيعمل شكل لما يمشي شيب كده، كريسنتك شيب. والكريسنتك شيب ده اسمه فيها ايه؟ اكزوسيلوميك ميمبرين، اكزوسيلوميك ميمبرين. وهنا شويه مصطلحات قلنا يعني ايه اكسترا امبريونيك سوماتو بلوريك ميزوديرم، وقلنا يعني ايه اكسترا امبريونيك سبلينكو، وقلنا بعد كده يعني ايه البلاستوسيست اللي هي اسمها الكوريونيك فيزل، وقلنا الاكسترا امبريونيك سيلم ديت او ميمبرين اللي هو اسمه الكوريونيك الكوريونيك كافيتي، وقلنا بعد كده اخر حاجه خالص اللي هو الايه الكوريون اللي هو ده كله اسمه كوريون. طيب نيجي بس ايه برضو قبل ما نقفل في حاجه بس بسيطه يعني ايه هنرجعها يعني حاجه بسيطه خالص يعني مش هتاخد مننا وقت. انا عندي دلوقتي دي عباره عن ايه، دي عباره عن اوفم. تمام. ادي الاوفم دي جه اتحد معاها السبرم، ده ملخص المحاضره على طول. اتحد معاها السبرم، ادي الاوفم واتحد معاها السبرم، حصل لي حاجه اسمها الفيرتلايزيشن. تمام. كوني حاجه اسمها الايه، الزيجوت. الزيجوت ده ابتدى ان هو ينقسم 2 في 4 في 6 لحد ما بقى 6 اسمه ايه، موريولا. تمام. الميريولا دي مش 6 16 سوري، الميريولا دي ابتدت انها تنقسم تاني وكونت لي حاجه اسمها حاجه عامله كده. وفيها شويه خلايا من هنا كده، دي اسمها ايه، البلاستو سيست. ودي كونت في اليوم الخامس. البلاستو سيست دي ابتدى انها يحصل لها امبلانتيشن في ايه بقى، في ايه، ابتدى ان هو يحصل لها امبلانتيشن
في اليوم السابع، تقوم تيجي في اليوم الثامن يحصل لها ايه بقى؟ يبدأ يحصل بقى ان هو والخلايا دي فوق، يبدأ ان هو يحصل فيه كافيتي بقى هنا كده، كافيتي هنا كده اللي هو اسمه ايه الكافيتي ده، اللي هو اسمه فيها الامنيوتيك كافيتي، وهنا كده في ايه ال 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 اليوكسيك، تمام. وتبدا يا يكبر في يكبر في يكبر لحد ما يضغط البتاع دول كلهم في بايلامينار ديسك. بايلامينار ديسك ده يطلع فيها الميزو ديرم عند اليوم من 11 ل 12. كده لخصنا كل الايام، وكده لحد وقفنا لحد الامبريونيك ديسك يتكون، عشان بعد كده بقى في التالت والرابع هيبدا بقى يكون الامبريونيك ديسك بقى ده يتكون ايه، وده كله هيحصل. بس كده خلصت المحاضرة، اتمنى تكون سهلة، اتمنى تكون خفيفة عليكم، ولو وصلت لحد الاخر احب ان انا احييكم واشجعكم، وربنا معاكم وشكرا.